طيب بالنسبة للعالم. صداوي، الآن هل هناك من وسيط قادر على التحدث مع الحوثيين في اليمن بشكل عمان واضح؟ عمان عمان مشكورة، حكمة العمانية برزت في الأزمة اليمنية وفي الأزمة السورية، بلد اختار أن يجمع، اختار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وهو المساي الحميدة والمفاوضات السلمية، ولم شمل الأشقاء على عكس من يريد الفصل السابع، على عكس التدخل العسكري. عمان تلعب في دور كبير وكبير جدا وهام وتاريخي في اليمن حتى ننزع هذا الفتيل، لأن هذه الحرب كما قلت لن تكون لها انتصار ساحق لأي طرف، لأن هذه شعوب وقبائل عربية أصيلة موجودة لا يمكن أن تبيد، لا يمكن أن تزيح. لا بد للنخب أن تتكلم. شكرا، انتهى الوقت، تفضل. نحن عندنا حتى لحظة دقيقة، كلمة النهاية سيد جلي، تفضل. إزالة كل شك، محمد اليدومي وعبد المجيد الزنداني قادة الإخوان المسلمين موجودين بالرياض الآن. طيب سيد سيد شوفان، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مشاهدين على متابعة أسبوع في العالم. أذكر كان معي هنا في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي فيصل جلول، وكان أيضا معي الصحفي نبيل شوفان، إضافة إلى مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض صداوي. إلى اللقاء.